بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا من جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الشابتر الثاني، الأسئلة اللي عليها نحلها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. بيقول in order to be professional، يعني عشان تبقى محترف، it is required to get advanced training، يعني عاوز خبرة، خبرة كتير وتدريبات عالية. already طبعا true. professionals work either can be standards or can't، طبعا ده غلط. هو مش هينفع ان هو مثلا تكون عندك واحد اي تي وتقول له مثلا اعمل لي عمل مثلا ستاندرد، اللي هو مثلا انت عليك تيجي كل يوم الساعة 9 مثلا تشوف لي مين حضر في الشركة ومين ما حضرش، بس ده الشغل بتاع ده. لا طبعا ده غلط، ده اسمه ستاندرد ممكن يقوم بيه اي حد من الناس غير بتاع الاي تي. طيب contribute to society، يعني مساهمين في الـ او متطوعين او مساهمين في السايت اللي هو المجتمع. participate in lifelong training، يعني مؤهلين ان هم يدوا تدريبات، طبعا دول اللي هم البروفيشنالز. طيب بالنسبة لـ as a part of the list of IT specialist programmers، يعني كلستة من الـ IT، في ممكن ندرج تحتها الـ programmers، system analysis and agriculture، اللي هي الـ agriculture engineers اللي هم بتوع مهندسين الزراعة، طبعا مش في القايمة دي. طيب IT workers not considered part of the professional services industry are not، يعني هما مش بيعتبروا من اللي بيأدوا مثلا خدمات عالية مثلا أو متقدمة. طبعا ده false، هما طبعا يندرجوا. طيب not is considered one of the seven forces that are changing for professional service، دي واحدة مثلا من اللي بتغير في واحدة من السبعة اللي بتغير من مثلا من الخدمة اللي انت بتأديها. ال client appearance، شكل العميل. client change، تغير مثلا تغير الشخص اللي بيجي لك، اللي هو الزائر او اللي عايز منك حاجة. ولا client approval، اللي هو قبول ال client ده يقبل بالحاجة بتاعتك ولا لا. طبعا هو none of all above، هو عبارة عن client، الإجابة هنا هتبقى client sophistications، اللي هي مثلا اللي هي satisfactions، اللي هي تعتبر رضاء العميل يعني. طيب 7 IT workers disagree on many aspects، اللي هو بيوافق على مش بيوافق على كتير من القوانين. of work relationship before workers accepted job offer، يعني مثلا انت رايح تقدم على وظيفة او انت خلاص قدمت وراح تمضي العقد، يعني هل انت disagree، دي يعني معناها مش هتمضي العقد، يعني انت مش هتمضي العقد وتشتغل. ده طبعا اجابة غلط، طبعا 100% false، لازم تعمل agree عشان تبقى فاكرها agree. طيب انزل تحت، as steward of organization's IT resources، كهيئة يعني لل IT resources، IT workers must set an example and enforce policies، يعني ان هم يقروا بالسياسات دي او يضعوا هم اللي بيبقوا example وينفذوا السياسات بتاعت الشركة regarding the ethical use of IT resources. طيب باتباع ال resources لل IT اللي عند ال IT، ده طبعا true. طيب software not means act of illegally، يعني اللي هو غير قانوني أو غير شرعي. making copies of software، يعني اللي بيعمل كوبيات، يعني مثلا انت عندك شركة مثلا أو بنك في سيستم محاسبة غالي، طبعا انت لك IT ممكن تروح تسرقه، تمام. ف ده غلط طبعا، بيهدد ايه سوفت وير برايفسي، اللي هي سياسة او خصوصية السوفت وير.
طيب ذا بيزنس سوفت وير اليانس، يعني البي اس اي اللي هو الـ زي ما تقول كده الجروب اللي هو بيحمي السوفت ويرز اللي من السرقة اللي هي هنا دي. طيب اذا تريد جروب ريبريزنتنج ذا وورلد لارجست سوفت وير، يعني بيعبر او يعني بيمتلك الصراحة يعني عن التعبير لل largest software، يعني عن ال software اللي هي كبيرة جدا عند hardware برضو manufacturers إنتاج ال hardware. المهمة بتاعته is to stop the suicide copies of software. طبعا هي مش true، هي false. السبب انها مش false ليه؟ suicide دي يعني اللي هو ايه؟ يعني الموثق، انت رحت مثلا لصاحب البنك قلت له انا عايز السوفت وير ده، ماشي، السوسايت دي موثق يعني المدير راضي انك تاخد الكوبي دي، تمام. هنا بيقول لك ان هو بيوقف الكوبي اللي متاخده بس اوثورايز اللي هي متوافق عليها. لا ده غلط، اللي هي المفروض ان اوثورايز، يعني مثلا اهو هنيجي نكتبها المفروض تبقى ان اوثر سايزد. طيب ان نحط ان كلمة ان هنا وخلاص، تمام اهي عشان ما تغلبش نفسك يعني ان خلاص. ننزل تحت بنقول business information is generally unknown to public، يعني مثلا سياسة السيستم او السيستم ماشي ازاي طبعا ده محدش بيعرفه من الناس العامة. and considered not secrets، طبعا هي بتعتبر trade secrets يعني تجارة، سر السر التجاري يعني بتاعها. طب employ not attract attention to a neglect illegal unethical، يعني بيقول مثلا ان ال employ اللي هو الموظف not attract should ولا shouldn't، ينبغي ولا لا ينبغي ان هو يجي يجذب الانتباه لإهمال او قضايا غير أخلاقية او فشل او dangerous act، يعني تصرف خطير that threats يعني بيهدد ال public interest، يعني مثلا الناس مهتمين بالشركة في حاجة ممكن تخلي الناس ما تهتمش بالشركة دي ولا تشتري منتجاتها. طبعا ده شد، يعني انت المفروض كموظف انك تعمل يعني attention للحاجات المضرة عشان تبدأ التصليح عليها. provides hardware 13 provides hardware software or service at curtain cost، يعني هو بيعمل يا اما خدمات للسوفت وير او خدمات للهاردوير في كوست معين في تمن لتمن سعر معين يعني and within a given time frame، يعني بوقت معين برضه اللي هو المين الـ IT workers. طيب رقم 14 problem as arise اللي هو مثلا المشكلات بتظهر during a project of IT workers من مشروع الـ IT are unable to provide full and accurate reporting of a هل project owners or details ولا status. هو بيقول مشاكل بتظهر يعني اما الاي تي بيعمل العمل بتاعه عشان هو غير قادر ان هو بيعطي accurate reporting، يعني بيعمل ريبورت للمشروع بتاعه الحالي للبروجكت ستيتس لحالة المشروع. هو طالما لو انت شغال على مشروع ومش قادر تحدد الحالة بتاعتك من المشروع، مستوى التقدم بتاعك، انت خلصت ايه وما خلصتش ايه، يبقى دي طبعا هيبقى في مشكلة ما بينك وما بين مين وبين الكلاينتس. 15 وده اخر سؤال بيقول is a crime of obtaining goods service or property through deception or trickery، يعني مثلا انت بتاخد خدمات جريمة انك تاخد السلع والخدمات والكلام ده كله عن طريق الاحتيال. طبعا هي مش الكذب ولا المس ريبريزنتيشن سوء التمثيل يعني او مس كلاسيفيكيشن او اللي عدم التوزيع الجيد يعني، والبربري اللي هي الايه اللي هي الرشوة. طبعا هي نن مش في ده كله، هي حاجة اسمها الاحتيال. الاحتيال ده اللي هو ايه اسمها فرود. فرود بالظبط كده، دي معناها الاحتيال هو جريمة انك تستولي على الخدمات او تستولي على السلع
بالاحتيال، هي دي تمام. وبإذن الله لو الدكتور سلم، لو الدكتور نزل حاجة جديدة بإذن الله هنشرحها برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.